ودكم بشيله ولا ما ودكم؟ اي والله فيها ابيات غاليه وش تبي نتشيب وتخيل؟ انا بقدمها. ها سلام. اول شيء الله يسعد صباحكم كل خير. صباح اخر الليل تفاجات بكلمات رنانه من شاعر اشهر من نار على علم، قال كم بيت ولو كانت ماي بالطويله وحقها اكبر من كذا في شخص نحبه كلنا ما شاء الله، ونقوله في حضرته في قفاه حقيقه. كلمات الشيخ عايض الله يتفاجئ، تستاهل ما شاء الله ما شاء الله. ابو عبد الله بارك من بخيتها كفو. فانا كنت من الصباح ابغى بادر بها وشفت مدينه تقصدها المخرج والدنيا كلهم مجهزين، لكن اعطونا اياها وتستاهل يا ابو عبد الله. الله ابو عبد الله الله وافي دائما ودائما هو يمدحنا. ونعم بالدكتور عايض، ونعم بالدكتور عايض وابياته تستاهل والله، وسامن على صدري تستاهل. واي مدح لي ترى لكم كلكم يبيت الحكمه، تستاهل والله ابو عبد الله، يبيض وجيهكم. تفضل يا عصام. اجل اصبت سيده مهدى من الشيخ الدكتور عايض القرني للاعلامي المرموق مبارك بن مخيتان الاكلبي ومن اداء الصوت شمران. يا سلام الله على نمر النمارة، يا سلام الله على نمر النمارة، ذا وقف للعيسى في محنا باع أكلبي ما خذنها عن جداره، أكلبي ما خذنها عن جداره، تغلبي والفخر بسبها. شكرا شكرا يا لوفي شكرا. الله يبيض وجيهكم، يبيض وجه ابو عبد الله واسمكم جميعا، نتقدم بالشكر للدكتور عايض. يبيض وجه ابو عبد الله، الله يجزاه وصحه وسلامه كلها طيب. والله نحن ابو عبد الله كلها زينه، والهدايا الطيبه بعد ترى ما ننساه والله. يبيض وجه رجال ما يحتاج ونعم ونعم رجوله والشعر ونعم والله ونعم. اشكره واشكر ايضا المنشد المبدع صوت شمران حمدان الشمراني، وايضا اخذ الابيات ونشدها وغرمان عمري منتجها البارح كلهم اذرهم. انا معزوم من عند سهاج وهم يضبطوا. الشيخ عايض كتب الابيات
وصوت شمران سجلها وغناها ما شاء الله. وغرمان العمري راح منتجها بصور وكذا. والله يبيض وجيهم هذا من دسين هذا والله تبارك الله ما شاء الله وبيض الله الدكتور. لا ما بشاء لا بشوي. جزاكم الله خير فحمناها الله حلوه. طيب ايش رايكم ما دامنا فحمنا ابو تخيل صباح